السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. حلقة اليوم تحت عنوان مصر في حفظ الله. بفضل ربنا سبحانه وتعالى نرى في هذه الأيام العالم كله، كل الدنيا بها أزمات، لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا في مصر الأمر مختلف تماما. أنتوا عارفين ليه يا جماعة؟ لأن مصر شعب طيب، مصر الله سبحانه وتعالى تجلى على أرضها. الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ مصر ويحفظ أهل مصر ويحفظ أي حد بيحب مصر. الأزمة هتمر وكورونا هتكون ذكرى، لكن العالم هيتغير، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في قرآنه وتلك الأيام نداولها بين الناس، من أسره زمان أساءته أزمان، فلا يغتر بطيب العيش إنسان، رأيت الزمن يدور فلا فرح يدوم ولا سرور، كم بنت الملوك لها قصور، فما بقيت الملوك ولا بقيت القصور. إن شاء الله هتمر هذه الأزمة. شيء جميل جدا جدا أن تكون تعليمات الدولة صارمة صريحة بالحفاظ على الشعب مهما كانت الخسائر المادية. شيء طيب أن يكون بعض الجمعيات، بعض الأحزاب، بعض رجال الأعمال عايزين يساهموا ويشاركوا في هذه الأزمة حتى تزول. لكن من المؤسف أيضا أن يكون هناك بعض الناس، بقول بعض وليس الكل، يتاجر بهذه الأزمة. قبل ما أبدأ في حلقتي كان عندنا اتصال واستغاثة في الأسبوع الماضي من الأستاذ طارق، مقيم بالأسكندرية، وبيقول إن هو كان محرر لمحضر تبوير أراضي زراعية في محافظة الفيوم. تكلم على مسؤوليته في الأسبوع الماضي وذكر إن هو ليس له أرض، وذكر إن هذا الأمر هو لا صحة له على الإطلاق. كان هناك متابعة من الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بشكره جدا جدا ان هو طلب من وزارة الزراعة بالفيوم، مديرية الزراعة، رد على هذا الكلام. مديرية الزراعة في تاريخ 19/3 توقيع المهندس علي مسعد حسن بيثبت ان لا، طارق له أرض والمخالفة صحيحة، ولما كان تم البناء وكان في ناس موجودة هو كان متواجد وكان بيشد معاهم في الكلام. ده على مسؤولية المهندس علي مسعد، وهذا الرد الذي أتى إلى برنامج مع القادة من مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم. إذن هناك رواية من الأستاذ طارق، وهناك رد من وزارة الزراعة، مديرية الزراعة بالفيوم. الأمر الآن أعتقد لابد وأن يبت فيه. في نفس السياق كثير جدا تدخل معنا في صفحة برنامج مع القادة وعلى الخاص، وقال لنا ان في ناس كتيرة جدا بيتم البناء على اراضي زراعية ومخالفات وتنسب لاخرين. انا عايز اقول حل الموضوع سهل قوي يا جماعة. هفترض ان في بيت مبني مخالف، ليه ما نروحش للي ساكن في البيت ده ونسأله هو بيتك ولا انت شاريه ولا انت مأجره؟ لو قال انا مأجر او شاري، انت شاري من مين؟ مأجر من مين؟ اذا نقدر نصل لصاحب البيت او المخالف الحقيقي بكل سلاسة. ولكن هذا الامر يستدعي ان تتدخل النيابة او يكون هناك فيه شق قانوني. فعرضت مشكلة طارق في الاسبوع الماضي، وحق الرد كان مكفول لاي حد يذكر اسمه في البرنامج او اي جهة او اي مؤسسة، وعرضت الرد الذي اتى من مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم. برضو قبل ما انسى انا بشكر النائب محمد عماد. خلال الاسبوع الماضي كان في ازمه اسطوانات الغاز بالفيوم. انا مش هقول اسبابها لان اسبابها عيب قوي ان تتقال، لكن كانت حاجات بسيطه جدا جدا. ودي المشكله يا جماعه بين ما يكون واحد قائد وواحد مدير عادي روتيني. تسببت الازمه لسبب او اخر، حصل ان الغاز، انابيب الغاز غير متوفره في القرى وفي المراكز. السعر وصل 90-100-130 جنيه للاسطوانة الغاز في ظل التوقيت اللي الناس بتعاني فيه.
كان جالي تليفون من الحاج سيد بطران قرية سرسنة مركز طمية، وطلب ان يعني اي كمية تيجي، لان فعلا في زحام شديد في مركز طمية تحديدا في قرية سرسنة والقرى المجاورة ليها. كان في تواصل مع المسؤولين، ولكن اذكر البشمهندس امام بركة تواصلت معه امس بالليل، كلمني قال لي ان في تريلا 900 انبوبة هتوصل سرسنة الصبح 8 صباحا. صحاني النهاردة من النوم وقال لي ان فعلا التريلا تحركت وذهب حاليا الى سرسنة. احنا ما عملناش حاجة، لا ادعي ان انا عملت حاجة غير ان انا فقط تواصلت مع البشمهندس امام بركة ومع بعض المسؤولين وتم تلبية الطلب. اذا اللي قامت بالامر ده هي الدولة، المصانع، الشيء قانوني لا انسب لي ولا غيري ينسب لي هذا الامر، لكن هو اخذ بالاسباب فقط. الشيء الثاني، النهارده فوجئنا ان مدارس اولى ثانوي بتبلغ اولياء الامور. معانا اتصال للاستاذ احمد مسلم من اسيوط. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ احمد حضرتك محامي بالاستئناف؟ استاذ احمد. ايوه فندم مع حضرتك. حضرتك الاستاذ احمد مسلم من اسيوط المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. ايوه فندم. اتفضل حضرتك. يا فندم انا بتصل بخصوص مشكله قائمه بين 38 اسره مصريه قبطيه. 38 اسره ايه؟ 38 أسرة مصرية قبطية. قبطية، ما مصر كلها أقباط، كلمة قبطي يعني مسلم ومسيحي، تقصد مين؟ مسيحي يا فندم. مسيحي. 38 أسرة مسيحية. نعم. موجودين في منطقة اسمها عرب العطيات البحرية تابعة لمركز أبنوب محافظة أسيوط. محافظة أسيوط، نعم. أيوة، ال 38 أسرة دي بتمتلك 26 فدان في زمام عرب العطيات البحرية. تابعة لقرية بني محمد دقة الشهابية مركز أبنوب أسيوط. تمام. الناس يا فندم 38 أسرة بتتملك الأرض دي بينهم وبين بعض، هم أقارب يعني في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة والدرجة الثانية. المهم أستاذ أحمد عايزك مختصر بس معايا الوقت، في 38 أسرة تمتلك 26 فدان في محافظة أسيوط، إيه المشكلة بقى؟ الأراضي يا فندم مسجلة. تمام. العقاري. تمام. وهم بيزرعوها من 30 سنة فاتت يا فندم. تمام. في احد الجيران الملاصقين لبعض قطع الاراضي المجاوره ليهم. تمام. بدا يناوش معاهم ويتعدى عليهم بمنعهم من زراعه ارضهم، وطبعا يا فندم ده باستخدام السلاح والقوه. والمشاكل القائمه من اكتوبر الماضي حتى الان، وللاسف الشديد بيستغل الصرف الراهن في الدوله بانشغال الناس بمرض كورونا وفيروس كورونا المنتشر، وللاسف الامن مشغول طبعا بالمشكله ديت، فبدا يستغل الموقف ونزل ب50 مسلح من كام يوم واتلف حوالي 6 فدادين يا فندم بالقوه ليلا الساعه 8 مساء، والناس استغاثت بالنجده، لكن للاسف الشديد طبعا الوقت كان متاخر وكان بالليل، للاسف الشرطه ما عرفتش انها تدخل المنطقه، وهم يا فندم حتى الان موجودين مسلحين حوالين الارض اللي تم اتلافها ديت، وبداوا يعتدوا عليها ويزرعوها ومنعوا الناس دي يا فندم من ان هم حتى يرموا بقيه اراضيهم بالقوه لاستيلائهم على ماتور الري، وان هم واقفين عليه بالسلاح ومنعهم من ممارسه الزراعه في الارض كلها بالكامل. استاذ احمد بس بنستهيس يا فندم، بنستهيس بالمسؤول. تمام. بسياده وزير الداخليه يلحق الناس دي قبل ما تندلع يا فندم فتنه طائفيه بين الطرفين. طيب استاذ احمد خليك بس معايا لحظه واحده، حضرتك استاذ احمد حضرتك مسلم. ايوه يا فندم مسلم طبعا. والاسر كلها اخواتنا المسيحيين. ايوه يا فندم. المتعدى أيوة. على الارض اللي هو بيتعدى عليهم مسلم ولا مسيحي؟ أيوة. مسلم يا فندم. مسلم. مسلم للاسف، ومسجل خطر فيها الف في مديريه الامن. انا مش عايز اسماء من حضرتك بس عايز اعرف حاجه. أيوة يا فندم. طب حضرتك انت المحامي تبعهم صح؟ انا المحامي بتاعهم يا فندم. طب ليه ما رحتش حضرتك عملت قضيه؟ تقدمت بشكوى يا فندم لمكتب وزاره الداخليه في حقوق الانسان من يوم الاربعاء اللي فات. ووزاره الداخليه مشكوره اتصلوا بيا امبارح وبيسالوني عن المشكله، واخبرتهم بالوضع القائم، فهم لسه طبعا في المتابعه ولسه في الفحص، والموضوع ده هياخد وقت يا دكتور، وللاسف الشديد الناس يعني انا خايف من الاحتقان يوصل
الى سفك الدماء. انا خايف من دوت وربنا يستر، لان فعلا الراجل بدا يستخدم القوه المفرطه يا فندم، والسلاح عيني عينك، والناس موجوده كده في الزرع بالقوه، وللاسف ده حتى كمان منعوا مدير الجمعيه الزراعيه من انه يعاين الارض بالقوه. وده ثابت سعادتك، وثابت سعادتك الكلام دوت في محاضر رسميه. استاذ احمد مسلم شكرا على اتصالك، هتابع مع حضرتك. طبعا يعني انا عايز اقول حاجه، ما عادش حاجه اسمها قوه، احنا في مصر ما فيش حاجه عندنا يعني مسلم ضد مسيحي او مسيحي ضد مسلم، احنا كلنا اقباط. كلمه قبط قبطي تعني يعني مصري سواء كان مسلم او مسيحي. اعتقد الامن عمره ما هيكون منشغل عن حاجات زي كده، لكن تفاصيل الامر ان شاء الله متابعها مع الاستاذ احمد ابو مسلم المحامي باسيوط. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نرجع مره ثانيه. مع القاعده في كل مجال ندرس فكر مع فكره، حياتنا نعيشها بالامان. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. طبعا قلنا عنوان حلقتنا مصر في حفظ الله. في الوقت اللي كل الدول، مش هقول عربية، لا العالم كله في فزع، أمريكا، إيطاليا، ألمانيا، كل الدول فيها أزمات، حتى بعض الدول قالت لك إن خبز العيش المواطن ياخد 5 أكياس فقط في اليوم، والوافد 3 أكياس فقط. في ظل الأزمات اللي موجودة في كبرى الدول وأكبر اقتصاديات العالم، تلاقي مصر بفضل ربنا الأمور فيها حلوة؟ لا مش كده وبس، مصر كمان بتطلع حبايبنا واخواتنا في غزه 19 تريلا محمله بالادويه والمواد الغذائيه. اقول مصر في عهد يوسف عليه السلام كانت طعاما وشرابا للدنيا كلها، وها هي تعود مصر ايضا ستكون باذن الله طعاما وشرابا للدنيا كلها. معانا على الهواء مباشره معالي السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. السلام عليكم سيادة السفير. يبدو ان الخط قطع، حاول مره ثانيه معانا ان شاء الله. فبنقول مصر كانت في عهد يوسف عليه السلام طعام وشراب للدنيا كلها، ومصر بترجع مرة تانية هي إن شاء الله في عز الأزمات اللي العالم كله بيقول نفسي نفسي نفسي، مصر بتقول أنا كفيلة بإذن الله إن أنا كل الخير أهل مصر يشوفوه، وكمان كل من يتعشم في مصر خير إن شاء الله سيصل الخير ليه إن شاء الله. ف 19 شاحنة تخرج من مصر إلى غزة، رسالة كبيرة أوي أوي يا جماعة. إذا كنت أنت كمصر 100 مليون عايش على أرض مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، فأنت عندك ضيوف، أحبة، إخوات لينا، أصدقاء، دول عربية وغير عربية، ما يقرب من 30 مليون كمان. يعني أنت بتتكلم الضيوف اللي عندك ما يقرب تقريبا من شعب الخليج. فمصر الله سبحانه وتعالى حافظها، مصر في حفظ الله سبحانه وتعالى. ورسالة بنقول إيه بقى يا جماعة؟ رسالة طمأنينة، يعني مش عايزين الفزع اللي موجود عند الناس، وفي نفس الوقت ما ناخدش الأمور باستهتار. لا، أنا بلتزم تعليمات الدولة، أبعد عن الزحام، أبعد عن كل ما يتسبب في أذى النفس أو الغير. لكن الناس تقول لك طب أنا بلتزم، ليه الدولة ليه الدولة عندي أسعار بترتفع، عندي مشاكل، مفيش انضباط في الأسعار؟ لازم نرجع للمسؤولين ونسألهم لماذا ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ سعاد الديب رئيس جمعيات حماية المستهلك. السلام عليكم أستاذ سعاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك؟ بخير يا فندم الحمد لله. بقول لحضرتك أن مصر حاليا تعيش أزمة وهتعدي منها إن شاء الله، لكن المؤسف أن بعض التجار ارتفاع في الأسعار تقريبا الضعف. يعني اللحمه كانت عندنا 80 جنيه اكتر شويه اقل شويه، فجاه ب 150. بعض السلع عندنا بقت مضاعف السعر. اللحمه يعني قصدك؟ اللحمه عندنا اللحمه وصل ل 150 جنيه كيلو اللحمه. من 75 من 80 90 اقصى حاجه يعني. ايه المشكله حضرتك؟ لا بس انا عايز اقول لحضرتك. اتفضلي. استاذ رمضان. الحقيقة انه ده في التوقيت اللي احنا فيه ده
دي فتره زي ما احنا بنسميها كده فتره الريبة يعني. تمام. الفتره دي بيبقى الناس اولا ما هيش عارفه بكره هيحصل ايه، فعندها حاله من حالات الخوف والفزع ان هي ما تلاقيش مثلا سلع. تمام. او ما تلاقيش فاكهه او خضار او لحوم او الى اخره، وانت قربت على انك هتدخل على رمضان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأزمة الحقيقية كانت في موضوع المطهرات والمنظفات والكمامات والحاجات اللي هي بالنسبة للفيروس بتاع الكورونا مثلا. تمام. فالاتنين اتجمعوا الاتنين مع بعض، موضوع المنظفات مع موضوع الأكل. تمام. فأنا بشوف ان المشكلة هي مشكلة وعي عند كل طرف من الاطراف دي، سواء كان مستهلك او اذا كان تاجر. تمام. فالتاجر في العاده هو لا يهمه الا المكسب. تمام. فالفتره اللي قبل كده كانت موضوع اللحوم وكده نزل في كتير من المحافظات، لانهم يعني كانت الناس اللي بيربوا كانوا عايزين يتخلصوا من موضوع العلف والكلام من ده، فبقوا يذبحوا اللحوم في فترات قريبه. تمام. فالاسعار نزلت. هم دلوقتي لاقيين ان في اقبال من الناس وفي زياده بشكل يعني اكيد هيبقى في عندنا مجاعه، وبيحوشوا بطريقه غريبه جدا، لان هم ما يهمهمش، خايفين من بكره زي ما بيقولوا، وعلى راي المثل واللي هيجرأ مش مدركين ان ربنا سبحانه وتعالى ما هواش عمره ما بيضر اهله يعني وناسه. اكيد طبعا. ومصر فيها مخزون اكتر منهم يعني. تمام. انا بشوف ان في هذه الفتره، لان انا عارفه ان انت هتسالني وتقول انتوا يا بتوع حمايه المستهلك بتعملوا ايه بالظبط، انا لسه كنت اسال حضرتك اقول لك دلوقتي حاليا. ايوه، ان احنا بن 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 اولا انا قدمت مقترح من اكتر من 15 يوم عن ضروره ان الدوله تتدخل. تمام. الدوله تتدخل ازاي؟ موضوع مثلا المطهرات والمنظفات والكمامات والكلام من ده، في عندنا مصانع، المصانع ديت تستطيع ان هي تزود الكميات في وقت الأزمة اللي احنا فيها ديت، وتطرحها في الصيدليات او في المجمعات او في الأماكن المعروفة ومحددة سعرها، وانها تحدد كمان الكم او الحجم اللي ياخده المواطن. تمام. بحيث ان ما يبقاش المواطن يروح يلم اللي يلاقيه في سكته، وسواء بقى كان استخدمه او ما استخدموش، هو حته بقى ان ايه الاستحواذ على اكبر كميه ممكنه بتديله، يعني يمكن هو حاسس انها هتديله نوع من الامان لخطوره المرض يعني. تمام. او تمام. دي نمره واحد. وفعلا انا الاسبوع اللي فات ده لقيت انه المصانع الحربيه نزلت كميات في المجمعات او في الاماكن بتاعه المنازل بتاعه القوات المسلحه من هذه المطهرات. تمام. ودي ميزه ان انت يبقى في وقت الازمه الجميع بيشتغل على زي ما بيقولوا كده على قلب رجل واحد، ان احنا كلنا ما فيش بقى حته الانا وان احنا يعني ايه وانا مالي او لا، احنا كلنا في مركب واحد. تمام. المفروض بقى ان التجار ماشي كالعادة يعني يستغلوش بقى فرصة ان 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 في ازمة، وانهم يستحوذوا على الحاجة، وانهم يبقى في نوع من السوق السوداء، وانهم هيكسبوا اكتر. هم مش هيكسبوا، لان ممكن اول مرض يجي ليهم فمش هيكسبوا، ما يكسبوش، لانه يعني حتى بيقول لك لا ضرر ولا ضرار. ولا يعني ضرار. فانت حضرتك ده من ناحية المطهرات وكده. أنا بشوف إن الدولة ليها دور مهم جدا جدا. أكيد. في تحديد الأسعار في الفترة اللي احنا فيها دي. تمام. وفي عندنا قانون اسمه قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تمام. ده في المادة العشرة منه بيدي حق للسيد رئيس الوزراء إن هو يحدد أسعار
وان هذه الاسعار تبقى اسعار معلنه، وان اللي يخرج عليها او اللي لا يلتزم بها يتقدم للمحاكمه. تمام. فانا برضو بطالب من خلالك انه لابد ان هو يكون في موقف حقيقي في الفتره دي بالذات، خصوصا ان احنا داخلين على شهر رمضان. تمام. وده مش في مصلحه حد ان احنا البلد يبقى فيها يعني المصيبه بتاعه الفيروس، وكمان عمالين نحارب بعض علشان ان احنا يكسب له قرشين ولا يكسب له ثلاثه. استاذ سعاد، يعني انا كده مطلوب مني توعيه للشعب ان اخد بس اللي يكفيني وما اقلقش من بكره، ومطلوب من الدوله ضبط الاسعار وجعل بعض اسعار محدده لبعض السلع. بالظبط كده. الاستاذه سعاد الديب رئيس جمعيات حمايه المستهلك، شكرا لحضرتك. معانا على الهواء ايضا حاليا معالي السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير السلام عليكم. سلام ورحمه الله، اهلا بيك. اخبار حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. سياده السفير، كنا بنتكلم ان العالم كله يمر بازمه، ومصر اللي هي كانت في يوم ما في عهد يوسف عليه السلام طعاما وشرابا للدنيا كلها، اليوم مصر تؤدي ما عليها تجاه شقيقاتها من العرب، وخاصة 19 شاحنة تذهب إلى غزة محملة بالأدوية والمواد الغذائية. سيادة السفير، إزاي شايف هذا الموقف؟ يعني بالتأكيد ده بيعكس حقيقة يعني بعض الناس قد لا يراها أو لا يدركها، وهي أن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري، والشعب الفلسطيني متداخل جدا مع الشعب المصري خاصة في منطقة غزة. تمام. في أسر كتير يعني متزوجة منها وقيادات فلسطينية في غزة ولدت وعاشت في الإسماعيلية أو في القاهرة أو في الجيزة، فإحنا دول إخواتنا، ويعني أي احتياج أساسي، ودي احتياج معيشي، احتياج حياة. تمام. لابد إن إحنا نقف إلى جانبهم كما بنقف إلى جانبهم سياسيا، وبندافع عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة. فبالتالي هذا ليس بغريب على مصر التي تقف دائما إلى جانب أشقائها العرب، وتريد أن تجعل لهم مكانة وتحميهم من الأخطار، سواء كانت مثل هذا الخطر، لأن خطر الجائحة فيروس كورونا ليس فقط في المجال الصحي وإنما في المجال الاقتصادي. تمام. وسيترتب عليه أضرار بالغة نتيجة فرض الحظر وتخفيض قوة العمل وقوة الإنتاج بالتالي، فده هو لازم نتحسب له. ومصر دائما تستطيع أن ترتب أمورها، يعني كما ذكرت في بداية الحديث 7 سنين عجاف رتبت مصر ليهم ل7 سنين تانيين يعني. تمام. فهنا احنا دايما في مصر بتجد فيه ترتيب، وعمرنا ما واجهنا أزمة غذائية في مصر. احنا يمكن جيلنا أقدم منكم شوية، احنا كنا في حرب 67. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. كان الأسواق وكل شيء كان متوفر بالرغم من صعوبة الموقف، لكن كل شيء متوفر. حرب 73 نفس الشيء، دائما مصر هي يعني فيها بركة من شعبها ومن ربنا سبحانه وتعالى، ونعمة بالله. فإحنا بالنسبة للإخوة الفلسطينيين بنؤكد لهم دائما، ليس قولا وإنما عملا، أن احنا بنقف إلى جانبهم، وأيضا بندعم مطالبهم بأن في بعض المعتقلين في إسرائيل من أطفال ونساء يعني المفروض بدون محاكمة لسنوات طويلة، المفروض أن يفرج عنهم خشية أن يصابوا أو أن ينتقل إليهم هذا المرض. بالنسبة للإخوة في غزة، بنأمل دائما أن هم يتم المصالحة مع فتح، ويوصلوا إلى موقف موحد يقوي موقفهم في اتجاه مطالبهم القومية، وإن شاء الله بعد ربما تؤدي هذه الأزمة إلى توحيد الموقف الفلسطيني. إن شاء الله سيادة السفير، وكمان يوحد الصف العربي كله. نعمل هذا، لأنه هو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط منذ نحو أسبوع أطلق مبادرة أن جميع الدول العربية توقف صوت المدافع وتطلق صوت العقل
من أجل حل جميع المشكلات العربية والتفرغ لمواجهة هذه الجائحة والاستعداد لما بعدها. سيادة السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك. سيادة السفير، ذكرنا بقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات. الرؤية بتاعت عزيز مصر واللي فسرها سيدنا يوسف إن هيجي بعدها سبع سنين صعب وجعل لها الحل، وثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس. مصر ذكر سيادة السفير إن كانت في حرب 67 كان الطعام متوفر فيها. مصر ذكر سيادة السفير الطعام في 73 كان متوفر فيها، حتى إن قوم سيدنا موسى لما قال يا موسى ادع لنا ربك ينبت لنا مما تنبت الأرض، يعني مش قادرين يصبروا على طعام واحد، قال اهبطوا مصر إن شاء الله. يعني مصر هي الطعام، هي الشراب، هي بفضل الله سبحانه وتعالى التي ستكون دائما وأبدا ملاذا ليس للمصريين وليس للعرب بل للعالم كله. الآن كل من كان له شاطئ أغلقه، كل من كان لديه مصنع أغلقه للظروف، لم يبقى يعمل بقوته كاملة إلا مصانع القوات المسلحة المصرية التي قامت على سواعد أبنائها، شبابنا، جنودنا، قادتنا، هم الآن يتحملون المسؤولية. بقول لزمان اللي كانوا بيتاجروا بغزة. معانا اتصال مدام حنان من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ عبد؟ اتفضلي حضرتك. مشكلة بسبب العنف غير منقطع مع جوزي يعني. طب ممكن بس لو سمحت حضرتك بس كلميني من التليفون وابعدي عن التلفزيون شوية. انا خالص والله يعني. اتفضلي حضرتك. احنا عندنا مشكله بسبب العمل يعني جزء من العمل اللي غير منقطع. الصوت مش واضح. كنترول الصوت واضح عندك؟ الو، يبدو الصوت فيه حاجه. معانا الاستاذه ايمان من اسيوط. السلام عليكم استاذه ايمان. الو، طيب ممكن تصل مره تانية. فبنقول مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي كانوا بيتاجروا بغزه، مصر قفلت المعبر، مصر ضد غزه. طب ما حدش اتكلم النهارده ليه ان مصر ردت 19 شاحنه؟ ليه ما انت كنت بتتكلم الاول؟ ليه ساكت دلوقتي؟ اللي كان بيتكلم ويقول جيش مصر بيعمل مكرونه وجيش مصر بيعمل خضار ايه رايك في الفتره دي؟ ما بتتكلمش عن جيش مصر ليه؟ معانا الاستاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام استاذه ايمان. انا بحترم كلام حضرتك يا فندم كل اللي بتقوله. اتفضلي حضرتك. دلوقتي الناس اللي هي العماله اللي هي غير منتظمه، تمام، اللي بقالها شهر واكتر في بيوتها، تمام، الناس اللي مش هتموت من الفيروس، معلش في الكلام، هتموت من الجوع. يعني انا واحده من الناس، جوزي بقاله اكتر من شهر ما يطلعش يوم شغل، تمام. في ارقام بيقولوا بيحطوها وتبع لوزاره القوى العامله، كل ده عملناه ومفيش اي حاجه. المفروض ترجع الاعمال وناس زي كده بتبقى قادره، المفروض بتساعد الناس اللي هي ما بتقدرش على المحنه دي. استاذ ايمان حضرتك من ايه يا استاذ ايمان؟ من اسيوط يا فندم. اسيوط. طيب كلام حضرتك صح؟ شكرا لك. اتفضلي. انا يا فندم انا عمري ما اتصلت ببرنامج، وبص محروجه ان انا بقول كده، بس هم المفروض الناس ما تحسسش الناس اللي هي اقل، بان هي مش عارفه وصلت ازاي. المفروض كده. انا استاذ ايمان واصله، وهذا اتصل مع حضرتك برنامج مع القاده بعد الهواء مباشره. شكرا ليك. طبعا رساله الاستاذ ايمان رساله كم اسره، مش كم عامل، في كم قريه، في كل المراكز، كل المحافظات، شاب بيشتغل يومي عشان ياكل من ايده وعمل ايده، فجأة حصل توقف، مشكلة، ما فيش شغل، يروح فين؟ رجع بيته والدولة تقعد ما تشتغلش، والتزم، طيب يصرف منين؟ هو كده في امان بعيد عن الفيروس، بس الأستاذة ايمان بتقول هيموت من الجوع. طيب انا بسأل دلوقتي حاليا النواب، رجال الأعمال، إحنا الفترة اللي إحنا فيها دي أصبح الإنسان ما بيروحش المسجد عشان يصلي، المساجد مغلقة، وكمان العمرة ما بطلعش عمرة.
طب اللي كانوا بيطلعوا عمره كان بيصرف كام ألف؟ والله أحسن الفترة دي طلع الفلوس دي للناس، ساعد الناس الفترة دي. إحنا يكاد يكون عندنا ركن الصلاة حاليا بتصلي ببيتك، ركن الحج والعمرة مفيش دلوقتي حاليا. آه بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهيجي رمضان هنصوم. طب تعالى يا حبيبي فين الزكاة عندك؟ هو ولا مفيش زكاة خالص؟ مش في الحسبان. لازم يا جماعة يكون في تكافل، لازم يكون في كل إنسان شريف عفيف تنظر إليه الدولة وينظر إليه الناس. خير الناس أنفعهم للناس، لا خير في غني وأهله فقراء. كل رجل أعمال، كل نائب أنت في دائرتك كنت بتجري عشان صوته، اجري عشان تخلص له المشكلة بتاعته، وقف جنبه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوضع عليك. معانا الأستاذ علي من الفيوم، سلام عليكم. يا نصر ازيك؟ ازيك يا حاج؟ ان شاء الله مصر باذن الله بخير، باذن الله ان شاء الله بخير، وربنا ما يضرها ابدا ان شاء الله. ان شاء الله. الحاج علي شحات من الفيوم. ان شاء الله باذن الله ربنا انا ادخل مصر ان شاء الله امنين. ان شاء الله يا حاج، ربنا حافظ مصر واهلها باذن الله تعالى. ان شاء الله بلد صلى فيها نبي وقعد فيها نبي وعدى فيها انبياء وكله، ان شاء الله مصر مش هتنضم ابدا باذن الله. باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. وادعي لها وربنا بندعي لها كلها ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله، ربنا يحفظها الحفظ ان شاء الله. الحاج علي شحات من الفيوم، شكرا لحضرتك. زي ما بقول يا جماعه، الفتره دي بجد تجروا مع ربنا فيها. من شويه كانت معانا الاستاذه سعاد بتقول للتجار يعني لو لا قدر الله ابتلاك الله بمرض بهذا الفيروس، هتنفعك فلوسك ولا هتنفعك كل ما جمعته؟ مش هينفعك. فالفتره دي يا جماعه بجد بجد انا صعبان. انا في اسر بتواصل معاها، اقسم بالله اقسم بالله عندهم من العفاف ما يجعلك تستحي ان تقف امامهم، مش قادر يتكلم، ما تعودش على كده، عمره ما كان مطاطي راسه، عمره ما كانت عينه مكسوره، الظروف خلاص جبرته، هيروح فين يا جماعه؟ لازم الدوله كل الجمعيات بلاش المجاملات. يعني عايزين برضو رساله طمانينه في ظل الظروف اللي احنا فيها. ان شاء الله مصر بخير، وان شاء الله الظن في ربنا خير. معنا على هواء مباشره الاستاذ الدكتور علي عبد التواب، استاذ الادب الانجليزي جامعه الفيوم. سلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله، الله يحفظكم. اسعدتني وشرفتني بالاتصال معاك. الله يسعد قبلتك يا فندم، ربنا يبارك فيكم. معالي الدكتور، الناس تمر بازمه وفيروس كورونا وتوقف البعض، وربما اتى احباط لبعض الناس، هل من رسالة طمأنينة كده للشعب المصري عامة وللدنيا كلها؟ اتفضل معالي دكتور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عليه الصلاة والسلام. يعني بشركم الله بما يسركم وكف عنكم ما يضركم. يا رب جميعا. يعني دينا سعادة الدكتور رمضان كله طمأنينة وبشرى بكل خير إن شاء الله. يعني أذكر أرض الكنانة والعالم بأسره بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، صدق الله، ولن يغلب عسر يسرين. تمام. والله سبحانه وتعالى يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تمام. فضلتك إن العسر مكسور إعرابا وحقيقة، واليسر مفتوح إعرابا ويقينا. الله. سبحان الله، شعارنا فضلتك يقيني بالله يقيني. النبي صلى الله عليه وسلم توجيهاته دايما: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. تمام. دايما فضلتك اسلوبه كده: بشر المشرقين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. ولما يدخل على ستنا ام العلاء وهي مريضه: ابشري يا ام العلاء، فان مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. تمام. دايما حضرتك. وبعدين سبحان الله اذكر فضلتك الايات من 155 ل 157 من سوره البقره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تمام. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا فندم إحنا بنقول لا تهوين ولا تهويل. تمام. لا إفراط ولا تفريط. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسبحان الله فضيلة الدكتور رمضان، هذه الآية في وسط سورة البقرة تماما، البقرة 286 آية على 2، دي الآية رقم 143. 143.
تمام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خلي بال فضيلتك الآية 22 و23 من سورة الحديد، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تمام. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. خلي بال فضيلتك الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 51 من سورة البراءة الفاضحة التوبة عددها 129 آية، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وشوف فضيلتك ما كتب الله لنا مش علينا. خلي بال حضرتك الآية 28 من سورة الرعد وعددها 43 آية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرتك أصلا الدنيا خلقت لنعمرها لا لنعمرها، هي قصة حزينة قصيرة مسجلة في أربع آيات من سورة عبسة، من آية 19 إلى آية 23، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أنا بقول لعموم الكرة الأرضية نسبة إصابة المرء بفيروس الكورونا إيه حضرتك؟ كام في المية؟ كام في الألف؟ طيب نسبة إن أنا أموت الآن وأنا بكلم فضيلتك 100%. خلي بالك كل نفس ذائقة الموت، وردت ثلاث مرات حضرتك في القرآن الكريم، في سورة آل عمران 185 وفي الأنبياء 35 وفي العنكبوت 57. كل نفس ذائقة الموت. هل هذه مدعاه فضيلة الدكتور رمضان لليأس؟ أبدا، نحن أمة لا تعرف اليأس أبدا. خلي بالك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. آية 87 من سورة يوسف. تعال بقى حضرتك بمناسبة سورة يوسف يا سعادة الدكتور رمضان، أنا أوصي بقراءة سورة يوسف سورة السعادة الآية 21، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية 64، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله. 86، قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. 87، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فضلتك مسك الختامي عددها 111 زي سورة الإسراء، بس سورة الإسراء فيها سجدة في الآية 109. الآية 110 قبل الأخيرة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنشي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فضلتك أنا أوصي بقراءة سورة السعادة سورة يوسف سورة الاستجابة سورة الأنبياء حضرتك 112 آية كلها، فاستجبنا له بدءا من سيدنا نوح وكل الأنبياء، والله الذي استجاب الأنبياء تستجيب لنا. الآية 83 و84 من سورة الأنبياء فضلتك، وأيوب إذ نادى ربه أني، شوف الأدب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كلمت سعادتك بعدها بثلاث آيات الآية 87 و88، وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فيقن أن لن نقدر هنا أن لن نضيق عليه من قوله تعالى ومن قدر. شوف بقى فضلتك في سورة الطلاق سورة النساء الكبرى الصغرى، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فضلت الدكتور رمضان إحنا كلنا في بطن الحوت الآن. تمام. خلي بسعادتك البشرية كلها في بطن الحوت وتتوجه إلى السماء. لو شفت فضلتك في الفنان الإيطالي وهو بيرفع حضرتك الرقمة كلها إيطاليا محصورة. تمام. ومضيق عليها وترفع السبابة إلى الملك إلى السماء. الله. لو شفت ترامب وهو أعلن يوم 15 مارس أنه الصلاة، خلي بالحالك يوم للصلاة، خلي بالحالك الآن حضرتك العلمانية اللي الناس قاعدوا صدعوا رؤوسنا بالعلمانية، هل هي من العلم أو العالمية؟ أبدا، هي كلمة حضرتك سيكيولاريتي وتعني أمر ليشيوس ناس اللي هو اللاديني. اللاديني وهذا المصطلح أول من أدخله إلياس بوكتوف سنة 1827 يا فندم، وهذا من باب التدليس اللي يقول لك علماني من العلم علماني من العالمي. أبدا، هي معناها أمر ليشيوس، تنتحر العلمانية الآن وينتحر الإلحاد يا سعادة الدكتور رمضان. الملحد الآن أنا متأكد أنه لابس جوانتي، خلي بالحضر، وأنه لابس كمامة. طب أنت لابسها ليه يا فندم لما أنت يقول لك من الفيروس؟ طب أنت شايف الفيروس؟ إذا كنت أنت بتنكر وجود خالق الفيروس سبحانه وتعالى يا فندم. الآية 53 من سورة حاميم السجدة، وهي من السبع الحواميم وسميت حاميم السجدة لأن هي السورة الوحيدة في السبعة اللي فيها يتسجد في الآية 38، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى على كل شيء شهيد. معالي الدكتور علي عبد التواب، أنا أعلم غزير العلم عند حضرتك والإخلاص عندك، شكر لك على اتصالك، وأتمنى يكون يجمعنا لقاء على الهواء مباشرة نتمتع بهذا العلم الجميل. معالي الدكتور علي بيأكد إذا كان العلمانيين اللي هم يرفضون ولا يؤمنون بالله، طب أنت خايف من الفيروس ليه؟ أنت بتقول ربنا مش موجود، طب الفيروس أنت ما أنتش شايفه فلابس جوانتي، ولكن هو لا ينكر لبس الجوانتي. الدكتور علي الأخذ بالأسباب يعني. مشاهدينا الكرام معنا على الهواء مباشرة أم هاني على الهواء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا أم هاني، اتفضلي حضرتك. الله يخليك، جزاك الله كل خير عن الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله ده. الله يعزك. ربنا يبارك فيك. والله يا دكتور احنا بنقاسم المشكلة دلوقتي، مشكلة المدارس الخاصة بيطالبونا بالأقساط، وحضرتك شايف البلد واقفة، حتى ما فيش حلول مؤقتة. تمام. فأنا دلوقتي يعني والدهم كان بيشتغل شغل إضافي، دلوقتي الشغل وقف، طب أنا أدفع القسط منين؟ وبيطالبوني، ولما ما دفعتش زالوني من على الواتس على أساس إن البنات ما يحضروش الشرح. فازاي طيب احنا في ظروف لازم كلنا نشيل بعضينا، وأنا مش مستفيدة، أنا دلوقتي مش مستفيدة، قاعدة في البيت. تمام. مش مستفيدة. فانا اعمل ايه فيها الاقساط دي؟ سياده الوزير قال انه هيناقش الموضوع ده في شهر 9. طب انا دلوقتي لو عايزه انقل بنتي من المدرسه هيدفعوني كل الاقساط القديمه والجديده؟ انا دافعه لحد الترم الثاني، يعني انا دافعه اقساط الترم الثاني كله، الترم الاول الاولاني كله. دلوقتي انا في الترم الثاني، انا لو حبيت انقل بنتي هضطر ادفع 14000 جنيه او 16000 جنيه عشان احاول انقلها من المكان. تمام. طب انا كده ما استفدتش يا فندم، انا عايزه المسؤولين يشوفوا لنا حل حتى ولو مؤقت. ام هاني شكرا على اتصال حضرتك. طبعا في مشكله عندنا في التعليم الخاص. يعني انا شكرا لك، تابعيني عبر التلفزيون وان شاء الله بوجه رساله تحليل لكل محافظ، لكل مسؤول، لمعالي الوزير. ايعقل ان الناس تكون دفعت الترم الاول والترم الثاني اللي هو المفترض لسه ما بداش، ما دفعوش، يعملوا معاهم كده؟ طب ايه رايك يا معالي الوزير ان المدارس الخاصه بلغت المدرسين والعاملين مش هنديكوا راتب رغم ان هو واخد الترم كامل؟ لا، خد الامر من ذلك ان بعض المدارس قالت احنا عايزين حق الباصات، ما فيش حد يروح مدرسه، ندفع باصات ليه؟ الامور عندنا محتاجه شويه زي ما الاستاذه سعاد الديب قالت، الدوله تضغط شويه، الدوله شايفين الناس قاعده من غير شغل، شايفين الناس تعبانه، اصحاب المدارس تحملوا شويه، ما انتوا واخدين المدارس دي كانت سعرها كام وكسبتوا منها كام، الفتره دي مش لازم تنظر للمكسب يعني. انا برضو بقول معانا الاستاذه ليلى من السعوديه، السلام عليكم استاذه ليلى. بركاته. اتفضلي حضرتك. ازيك يا بيه؟ زي صح. الحمد لله بخير، الله يسلمك. يا رب يخليك، انا كويس اللي انا شفت حلقتك، وربنا يديك الصحه ويخلينا السيسي وينصر مصر يا رب. انا اتصلت على الاستاذ احمد موسى، بعت له من سنجر ما رد عليا. احنا مع احترامي ليك في المنيا، في محافظه المنيا معدومه تاني مره في الكرور، والحميات تخش مع احترامي ليك ما فيش نظافه. تمام. ولا مستشفى المنيا العام فيها نظافه، والسيد محافظ المنيا ما فيش رقابه خالص. حضرتك بتتكلمي من السعوديه ولا بتتكلمي من مصر؟ لا، بكلمك من السعوديه، لان اولادي في المنيا وعايشين في المنيا ودايره بكل شيء. تمام. ومع احترامي ليك، ولا في رقابه على التومين، ولا في رقابه على حكايه المستشفيات، ولا بيبصوا لاي حاجه، ولا بيجيبوا سيره المنيا في التلفزيون. كان في اثنين مع احترامي ليك كانوا هنا عمره ونزلوا في مطاي وبين مزار، طبعا محافظه المنيا الدنيا كلها عدمينا. يعني نشكر، شوف حضرتك، نشكر السيسي، السيسي عامل حاجات كويسه، بس الناس اللي تحت منه مش كويسه. واي واحد مجي الشعب ما بيبصش لبلده، ان كان في معرفه يخدم، مفيش. شكرا لحضرتك، انا شاكر لحضرتك وباخد برضو من كلام حضرتك، وبقول يعني افترض ان الدنيا كلها دلوقتي تعقيم الشوارع، الأحزاب، الدنيا كلها. سألت برضو سؤال منطقي، فين رجال الأعمال؟ بمناسبة السعودية، أنا في مداخلات معايا وفي رسائل من السعودية، أهلنا وحبايبنا في السعودية وفي دول الخليج مش عارفين يرجعوا مصر. معانا الحاج أحمد من الفيوم، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو الثقل. أكتر من حد تواصل معايا من السعودية. السلام عليكم أستاذ أحمد. الو، ممكن الاتصال قطع.
أكتر من حد معايا من اتصال من السعودية ورسائل عايزين يرجعوا مصر. على فكرة مصر الدولة الوحيدة اللي وقفت بجد مع أهلها ومع شعبها، وكان في تواصل كتير جدا جدا إن إحنا كل العالقين في مسافرين برا مصر، المسافر ده حاجتين، يا إما واحد عنده شغل وعنده إقامة وعنده بيت ومستقر برا فده بنركنه بس شوية الأول كده، أو واحد مسافر كان مسافر علاج، مسافر سياحة، مسافر كارت زيارة والفيزا بتاعته خلصت، فده بيرجع حالا دلوقت الأولوية اللي هو يرجع. لكن برضو أنا أتمنى من المسؤولين إن كل أبناء مصر اللي هم خارج مصر وعاوزين يرجعوا مصر يحصل فيه تنسيق، لأن فيه استغلال في تذاكر الطيران حاليا مبالغ فيها سواء من الكويت أو من السعودية، والناس عايزة ترجع مصر ما عندهاش شغل الفترة دي. اعمل حجر صحي، خد احتياطاتك، خد اللي انت عايزه كله. مصر فتحت ذراعيها لأبنائها اللي خارج مصر ان هم يعودوا. تعال انضبط معانا الاستاذ احمد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. معكم قدس. ايوه اتفضل يا استاذ احمد، معاك رمضان على الهواء. رمضان باذن حضرتك. انا طالب في ثانيه سنه تمريض. حضرتك عايز بس ممكن؟ لا ما سمعتش مره ثانيه لو سمحت. حضرتك انا طالب في ثانيه سنه تمريض. طالب في ثانيه سنه تمريض. تمام. حضرتك احنا الوزير التربيه والتعليم كان اعلن قرارات ان اي اولى ثانيه سنه تمريض حضرتك هياخدوا نظام امتحانات ويعملوا ابحاث. تمام. حضرتك وزير التربيه والتعليم ما جابش سيرتنا خالص، وما طلع النهارده تقريبا اعلن ان هو ملوش دعوه بمدارس التمريض يا فندم، وقال لنا ان هو مدارس التمريض دي تبع وزاره الصحه، واحنا شايفين تجاهل تام من وزاره الصحه، ولا في اي مسؤول ولا اي حد بيرد علينا خالص، مش عارفين نتواصل مع اي حد ولا اي حد يعني موجه لينا كلمه. طيب امتحاناتنا استاذ احمد بيقول لك الامتحانات في ميعادها. طب ازاي حضرتك اذا كنا استاذ احمد معلش اسف المقاطعه، بعد الهواء اتواصل معاك وهنراجع وكيل وزاره الصحه ونستفسر منه عن هذا الامر. فبقول يا جماعه مصر الدوله الوحيده اللي فتحت ذراعيها لابنائها في التوقيت اللي بعض الدول مش عايز اذكر اسماء ابنائهم جم يرجعوا بلغوا السلطات المسؤوله عن الدوله اللي هيسافروا منها لا شكرا خلوهم عندكم. النهارده في ازمه قدام اي سنترال بسبب ان كل طالب رايح اولى ثانوي ياخد رقم من السنترال عشان يدخل الامتحان. بالله عليكم انا مش عارف مين اللي بيدير الفكر ده عندنا والاداره دي، ده لازم يحاكم اولا يا حبايبي. هو ابعت الارقام لكل مدرسه، كل مدرسه توقف الطلبه وياخد اللي هو عايز ياخده ولي الامر بطاقه وتوزع كده بعيد عن الزحام، انما سنترال في كل محافظه ام لا اله الا الله، تجمعات لا عد ولا حصر لها، ونقول قعدوا الناس في البيوت وخايفين في الاسبوع الصعب علينا. من يدير هذا الامر؟ لابد ان يحاسب. عندنا مشاكل كتيره جدا جدا، بس للاسف مفيش مديرين بمعنى الكلمه. انا عايز قائد مش عايز مدير عادي. معانا الحاج جابر من الفيوم. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سعاده الرئيس؟ اهلا بحضرتك، اتفضل سريعا عشان الوقت. الله يسلمك. حضرتك بس يا ريت تنظروا لينا بالنسبه للمدارس الخاصه، ان حاليا دلوقتي احنا قاعدين في البيوت وهم بيطالبونا بالاقساط. تمام ماشي. فحضرتك يا ريت بس يعني حضرتك تبص للناس الغلابه. ماشي شكرا ليك. تعبان جامد والله العظيم. حضرتك صدرك تسالي ثانيه واحده، في ناس غلابه كتير وناس قاعده في البيت، احنا كنا شغالين قعدنا دلوقتي. شكرا ليك. شكرا ليك يا استاذ جابر وكلامك صح. عايز اقول يا جماعه ما توزع الارقام على المدارس وكل مدرسه تتصرف مع الطلبه تبعها. انا وقتي انتهى، كان عندي كلام كتير جدا عايز اقوله، لكن انا هوجه رساله وقبلوها مني. اذا وجدت يوما فقيرا يسال اعلم ان هناك غني بخيل. الرجال تظهر عند الازمات، رجال الاعمال. كل انسان ربنا مقدره على عيشته ما تنساش الفقراء. اصحاب المدارس الخاصه رحمه بالضعفاء، رحمه بالبسطاء، رحمه بالشعب المصري. لا انسى توجيه التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض، أطباء مصر والهيئة التمريضية وعمال مصر ومن يعملون ليل نهار من أجل خدمتنا. تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به في هذه الأزمات. وأقول لكل من كان يلوم الجيش المصري ويقول بيعمل مكرونة وبيعمل كحك، الآن
أعلمت حجم الجيش المصري؟ تحية للشرطة المصرية، تحية للشرفاء في كل مصر، أسأل الله أن يرفع عن مصرنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر وأمنها، اللهم احفظ مصر ومن أحبها، اللهم احفظ بلاد العالم كله، وابعد عنا الوباء، اللهم حببنا في بعضنا، وانزع البغضاء من صدورنا. أعتذر عن الإطالة، شكرا لكم، إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.